انا عايزه ادي نصيحه لكل زوج وكل واحد يعني بيحاول ان هو يفهم قاموس المراه او يفهم دماغ المراه. انت كزوج في مفهوم خطا كده، المفهوم الخطا منتشر بين الازواج ومنتشر بين الزوجات. الزوجه بتبقى فاهمه انا زوجي بيحبني فبيمدحني فشايفني حلوه فبيثني على لبسي بيثني على شكلي. يوم الزوج لما ما يراعيش، ركزوا معايا في الموضوع ده عشان ده موضوع مهم جدا، لما ما يشوفش اهتمام زوجته بيه او ان هي عامله له قطتين او ان هي عامله له نوع من انواع الحاجات الجديده، لبس جديد، اكله حلوه، وما يشكرش بتتكسر. انا زي ما بقول لكم كده، لما ما يشوفش ده، حتى البنات الصغيره لما يبقى عندك بنت صغيره ولابسه فستان وجايه لك وانت مش واخد بالك، مصيبه مصيبه لو عندك مجموعه هيفضلوا وراك. فهي الفكره ان انت تعرف ايه الحلو اللي هي عامله، عينك تشوف. طبعا ده مش سهل عند الرجال عشان نبقى متفقين على كده. هي بتحبك بس انت مش واخد بالك، فاحنا النهارده عاملين الفيديو ده عشان انت تاخد بالك. النقطه الغلط الثانيه اللي بتحصل، ان لما تبقى تيجي زوجه وتحكي لك همها، يقول انا ما بسمعش منها غير مشاكلها، انا ما بسمعش منها غير الغم والنكد، وان مش عارفه ايه. يا ابني ما هي كون انها جات لك في نكد او جات لك في مشكله عندها او جات لك بتحكي لك حاجه مألماها، ده معناه يا ابني ان انت غالي عندها، ده معناه ان انت حد له قيمه عندها. فكون انها جايه لك عشان تقول لك، فانت السند بعد الله سبحانه وتعالى عندها. الفكره بقى في ايه؟ سلامه ايدي، معلش انا بقى نحكي لكم، انا قلت لكم هعمل لكم حلقه مخصوص وبس مخصوص عن موضوع العين والحوادث اللي بتحصل لنا. طيب نرجع للنقطه تاني، كون ان هي بتقول لك مشاكلها ده معناه ايه؟ ان انت السند بعد الله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو السند، هو الركن الشديد، بس عند المراه بتبقى محتاجه سند البشر برضو. هي طبعا لو اكتفينا بالله مش هنحتاج البشر، بس ده شيء. عارفين الميه اللي بتسقيها للورده ولو راحت الميه الورده ماتت؟ هو كده. عارفين الاكسجين اللي بنتنفسه ولو راح الاكسجين نموت؟ هو كده. فانت ما تجيش تفسر اصلها بتقول لي الغم، يا ابن الله يصلح حالك، انت مش فاهم انت مش واخد بالك. هي بتقول لك كده عشان انت غالي عندها، عشان انت المرجع، عشان انت السند بعد الله سبحانه وتعالى، عشان انت ركن الامان اللي هي بتحب تسمع منه. ممكن ما تقولهاش حل على فكره، ومعظم النساء لما بيقولوا او يحكوا وجعهم لانتمهم لروحهم لتوأم الروح ما بيبقوش محتاجين حل على فكره، غلط. بتبقى محتاجه تحكي بس، فاسمعها دعمها. انا معاكي، انا جنبك، اللي انت عايزاه، لا كذا، طب كملي. مجرد تحس ان هي عايشه عيشانها واحساسها انها عايشه بالامر ده، فده مفهوم خاطئ تماما. اصل انا مش شايف غير نكدها. يا ابني اللي مش واخد بالك، اصلا نكدها ده معناها ان انت غالي عندها. ده بالعكس، ده انت يعني تتوجس خيفه كده لما، او تقلق لما زوجتك تقول لك الحاجات بس اللي تفرح ومش عارفه ايه، او الحاجات العاديه بتاعتهم، لكن اللي جوه القلب ما يطلعش الا للغالي. اللي جوه القلب ما يطلعش غير للحبيب، اللي جوه القلب ما يطلعش غير للحد اللي انا حاسه ان ده انتيم روحي وانا فعلا محتاجاه. النقطه دي مهمه جدا جدا يا جماعه ولازم نفهمها. مش معنى ان زوجتك بتقول لي ما فيهاش الا المشاكل، ايوه افهم، ده ما فيش الا الغم. يا ابني مش غم والله، ده انت عشان توأم روحي بتحكي لك ايه، علشان شايفاك والله ما عايزه منك حل، بس شايفاك انت السنه. النقطه دي مهمه وخلوا بالكم منها. اقول لك هو اصلا مش شايفني، طب وانا ازاي اوصل كلامي لقلب زوجي؟ انا عايزه ابقى حلوه. طب اسمعنا، كنت عامله بوست من كام يوم، والبوست جه عليه تفاعل كتير جدا جدا. نقول فعلا الراجل، اولا انا بقول ان الراجل ما يتقالش عليه راجل، ولا يتقال عليه صاحب اخلاق، ولا يتقال عليه ده هو فل وزي الفلين والثلاثه والاربعه، الا اذا اهل بيته ادوله الايزو ده. اهل بيته من النساء ادوله الامر ده، امه، اخته، زوجته، بناته. ليه؟ لان معاملتك داخل اهل بيتك هم اللي بيقولوا الحاجات دي، معاملتك داخل اهل بيتك هم اللي يحددوا انت راجل معاهم ولا لا، انت باخلاق ولا لا. النقطه دي مهمه ولازم نخلي بالنا منها. كتبت بوست تاني على موضوع ان ازاي تبقى انت قريبه، او ازاي ان الكلمه والمعامله الطيبه
ومجرد بس مراعاة مشاعر المرأة والزوجة بيفرق كتير جدا، بيفرق كتير جدا جدا في حياتها. فكتبت، بص هو كان جاي لي وكان منقول بس عجبني لانه فعلا معظم الكلام اللي فيه حقيقي. بيقولوا لها كم عمرك؟ قالت لهم والله انا في عمر العشرين لما يغزلني اكون بنت العشرين، وبعدين اكون يعني طفله بين ايديه ومعرفش اصلا عدد سنيني قد ايه، لما يعمل ايه؟ لما يغمرني بالحنان. طبعا تكلموا حنون حنون حنون، عملنا يعني كان راي شارع كده وبتاع في قلب بتاع ايه، تقول لك حنون عامل ايه؟ اه حنون، استنوا علشان الكاميرا بتقع دلوقتي. ده ما شاء الله. فالحنان عند المراه شيء مراعيني، خلي باله مني، مقدر مشاعري، مش عايزه لا عايزه فلوس ولا ذهب ولا الماس ولا بدنجان، عايزه ايه؟ واحد حنون. فبتقول لك معرفش عدد سنيني قد ايه لو غمرني بالحنان بتاعه. وبعدين لو انا بقى اداني حب وغمرني بيه واحتواني بالحب انا بنت الثلاثين، وبعدين لما يغيب عني انا ارمله بنت 80 وفيما فوق، خلاص يعني خلاص بقيت بنت ما عنديش روح اصلا. فما تسالوش المراه ولا تسالوا الزوجه عن عمرها قد ايه، لكن يسالوها عندك حد في حياتك، عندك قلب، عندك زوج، يعني بتفضلي وردة مفتحة فعلا حتى لو بلغت 100 و120 و90. هو ده اللي يتسأل للمرأة، هو ده اللي يتسأل. الأمان في حياتها، الحب ازاي في حياتها، الحنان وعطاءه ذات نفسه. فلما يفهم الراجل القاموس ده هتعيش في حياة سعادة. طيب في السعادة ده انت هتعيش في هنا هتعيش وتفضل هي بنت 20 وزهرة 30 وزهرة الحاجات دي.